المودة بيننا. وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير أرسل أحكامه وحكم العدل. اسمحوا لي يا سادة، ونحن في محراب العدالة وفي تلك المناسبة التي تجمعنا سويا في ذلك التوقيت من كل عام، أن أتوجه باسم أسبوعكم وبجموع واسم جموع قضاة مصر، أن أتوجه جميعا لفخامة معالي رئيس الجمهورية معالي عبد الفتاح السيسي بخالص الشكر والتقدير على ما وجه به سيادته من تعزيز جهود خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها بالإسراع في الميكنة في جميع المحاكم والتحول الرقمي وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم، وذلك للتسهيل على السادة المحامين وجموع المتقاضين بالحصول على كافة الخدمات التي تقدمها المحاكم في الشأن القضائي. وأقول والله وليس هذا نفاق، وأقول والله وهذا ليس نفاق، هذا الرب الإنسان الذي ما أن سوف يرفع يده ويقول بفضل الله ويقول بفضل الله ويقول بفضل الله، يترسخ في وداني اليقين أن ما سوف يقدم عليه سوف يتحقق، لأننا جميعا تحت مظلة فضل الله، فلله الحمد والفضل والمنة. ونحن في هذا المجال قد كنا بإصدار أوامرنا باستحداث إدارة جديدة بالمحكمة سميت إدارة التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي لكي نواكب هذه التوجهات وصولا لذلك التطوير المطلوب. قضاة مصر الله مرحبا بكم في جمعيتكم العمومية، وقدم التحية للسيد المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ممثلا عن معالي المستشار النائب العام، كما أقدم التحية للزملاء الأفاضل أقدم الرؤساء في المحكمة السيد المستشار فؤاد رزق إبراهيم راشد، السيد المستشار محمد أحمد مصطفى الشربجي، السيد المستشار محمد علي مصطفى الفقي، السيد المستشار أشرف محمد نعيم عبد الباقي، السيد المستشار رمضان عبد الحكيم الطنطاوي السيد. وأقول جئنا اليوم استجابة وتحقيقا لرغباتكم، لا نملي عليهم رغباتنا التي سوف نرسي بها سويا قواعد العدل بين الناس، والعدل هو أسمى الغايات، فنحن في ذل الله وقلبه. وأقول لكم بكل إخلاص ونية وكل حب وتفاني أن المحكمة محكمتكم، وأن القرار قراركم، وأنا خادم مطيع لكم. والله إني خادم مطيع لكم، لست أقول هذا القول من قبيل المباهاة، لا والله، يعلم الله ما في قلبي من هذا القول، وأتمنى بالفعل أن يجعلني الله خادما لكم مطيعا لكم. لقد شرفت برئاسة المحكمة في استئناف القاهرة منذ تاريخ 13/9/2020، والنور شرف عظيم لي أن أشارك أخوة المؤسسة وأساتذة الأجلاء العمل في العمل القضائي تلك المحكمة العريقة التي أشرفها معا منا بالعمل بها قاضيا أو رئيسا. أيها الإخوة الأجلاء، لقد حملت على عاتقي خدمتكم وراحتكم، هي أمانة أسعى إلى أدائها كي أصل إلى رضاكم جميعا. والله 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 أن القاضي وإن كان